محاولات لا صدى لها في الشارع تقوم بها الحكومة العراقية وبرلمانها لامتصاص غضب الشارع والمظاهرات والاعتصامات التي بدت تعم ساحات بغداد والمحافظات العراقية، لسان حال المتظاهرين الناقمين على الأداء الحكومي والمطالبين برحيل الطبقة السياسية من المشهد العراقي. مجموعة التوصيات الصادرة عن مجلس النواب الخاصة بتعديل الدستور وإلغاء الامتيازات المالية وصفها بيان للجنة المنظمة للمظاهرات بأنها ذر للرماد في العيون وتضليل للرأي العام، كون ذات السلطة ومنذ 16 عاما لم تقدم إلا الوعود، وأن إلغاءها للرواتب والامتيازات العالية دليل على كمية المال المهدور. 28/10 2019 هجوم عنيف على ساحة التحرير. وعلى الرغم من كل آلة القتل التي تطال المتظاهرين العزل والتي وصفتها تقارير تحقيقية حكومية بالقوة المفرطة، يصر المحتجون على البقاء في الساحات، بل اتسعت دائرة المظاهرات فانضم إليها طلاب مدارس وكليات وجامعات من مختلف الفئات العمرية. مدارس أطفال وثانويات وجامعات في بغداد خرجت بمظاهرات لمناصرة ما سموها بثورة تشرين، فيما أعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام لأربعة أيام في تحد للتحذيرات الحكومية التي هددت بإجراءات صارمة ضد المتظاهرين من الطلبة. وفي البصرة كانت الكليات الطبية وغيرها حاضرة في تظاهرات كبيرة تشابهت معها العمارة وواسط وكربلاء، رغم منع السلطات، فيما كانت للمظاهرات النسوية الدور الواضح في النجف وبابل التي شهدت هي الأخرى مناصرة طلابية، ما يراها متابعون تطورا قد يدفع إلى استمرار الأزمة في ظل رفض المتظاهرين لأي حلول جزئية، خاصة بعد سقوط المئات من القتلى والآلاف من الجرحى بين صفوفهم.